السلام عليكم. اليوم مع وصفه ام وليد جيتكم بوصفه اللي هي بطاطا بالدجاج في الفوغ بلاصوص بيشاميل. فيه واحد البنه مميزه يحبوه الكبار ويحبوه الصغار، فيه واحد البنه هايله. واش راح نحتاجو في الوصفه؟ عندي هنا بطاطا اللي كنت قطعتها ديفخيت وقليتها بالملح، نص صدر تاع الدجاج مقطع رقيق. بالنسبه لصوص بيشاميل عندي هنا نص لتر تاع الحليب، فرماج طري، فرماج رابي، لا مارغارين، الفارينه. نبداو بالطريقه ونعطيكم المقادير. اول حاجه نبدا بها راح نجيب مقله، ندير فيها شويه نتاع الزيت، بس ما نطيبو الدجاج تاعنا برك غير شويه. نجيب مغرفه وندير هذاك الدجاج يطيب. الدجاج يعني مقطع بالطول ولا صغير ولا مربعات كيما حبيتي، المهم نقطعو هذاك الدجاج تاعنا. هنا عندي نص صدر بركه نديرو به يعني وجبه هايله. رايحه نتبلو قبل ما يبدا يطيب، ندلو الملح، نديرو كميه نتاع الملح، وردو بالنا ان نملحو الماكله خاصه يكون فيها فرماج. نسيو كيفاش نتنقصو ملح فلفل الكحل. نخلو هذاك الدجاج يطيب ونجهزو انصوص بيشاميل. رايحه نجيب كسرونه نديرو في نفس الوقت، هذا باش نربحو الوقت. نديرها تسخن الكسرونه، ندير فيها مغرفه كبيره نتاع الفارينه اللي رايحه نعمرها مليح. هكذا مغرفه كبيره نتاع فارينه، نزيد شويه ونزيد معاها مغرفه كبيره نتاع لا مارغارين، نعمرها مليح كيما عمرت الفارينه، يعني نفس المقدار. كيما ديري فارينه ديري لا مارغارين. نعمر المغرفه تاعنا، نجيب ان فوي ونبقى نخلط هذيك لا فارين مع لا مارغارين باش تحمص لنا، نخليهم يذوبوا. وعيني راهي على الدجاج اللي راه يطيب. نخلو يتحمر مليح وندوزو لاصوص بيشاميل تاعنا. نخلو هذيك لا مارغارين تذوب تتحمص لنا مع الفارينه. حتى تحسي انه هذيك الفارينه دات لون باش لاصوص بيشاميل تاعك تجيك بنينه، ما تحسيش انه الفارينه خضراء فيها لداخل. يد في الدجاج عاد نولي لاصوص بيشاميل تاعنا، الفارينه راهي تحمصت. ندير الحليب، دوك الحليب على حساب انت كيفاش راكي حابه لاصوص بيشاميل تاعك، حبتها خفيفه ثقيله. حنا من الاحسن نديروها وسط يعني نص نص، ما تكون ثقيله بزاف ما تكون خفيفه بزاف. نخلط مليح. هنا ما زلت نزيد الحليب، لكن في هذه المرحله ندير الفرماج طري مثلثات. ديري كميه اللي حبيتيها، اللي في اي فرماج عندك ديريه، ما تقدري ديري فرماج تاع الميزان. نخلطوها هكذا باش يذوب لنا في الاول مع السخانه تاع لاصوص. نزيد لها الحليب هكذاك بالتقريب واحد نص لتر تاع الحليب. نبقى نخلط، رايحه ندوز لاصوص بيشاميل تاعنا. ندير لها شويه ملح وشويه فلفل، الملح ما نكثرش لانه درت الفرماج. ندير غير شويه وشويه فلفل الكحل.
نخلطها مليح حتى تبدا تغلي لاصوص بيشاميل باش نطفي عليها. هكذا هاد المرصوات اللي نشوفو فيهم ماشي فارينه فرماج، يعني ما يهمش الا بقى لنا وما دابش مليح عادي راح يعطينا بنا. نضرب الله الدجاج تاعنا اللي راه يطيب، نخليه حتى هو يطيب لنا مليح، ياخذ تحميره خفيفه لكن يكون طايب يعني 100% ماشي نص طياب. لاصوص بيشاميل يبدا تغلي، مازال تقيله، نزيد لها الحليب، يعني هكذاك نص ريكلا تاع الحليب، نطفي عليها ونجيب أمول اللي يدخل للفوق. أول طبقة راح ندير شوية نتاع لاصوص بيشاميل في القاعدة، ندير هذيك البطاطا اللي كنت قليتها هكذا دي فخيت. دوك هنا ماشي شرط نديرها كاملة، على حساب لو مود اللي عندي، ندير طبقة هكذا مليحة. المهم أول طبقة تكون صوص بيشاميل، نشوف لهذاك الدجاج راهو طاب معانا وتحمر، نطفي عليه، نديرو على هذيك البطاطا اللي قليتها، من بعد نزيد نفرغ لاصوص بيشاميل اللي بقات لي على الوجه، عاد نخلط نديرها على الوجه، يعني في ميسكم شكون ما يحبش ماكله كيما هذه وتجي خفيفه وما يجيش ناشف. اذا ندير كميه هكذا باش ما يجيناش ناشف لو بلا تاعنا. من بعد ندير لهم كميه تاع الفرماج رابي على الوجه، ندخلوا الفوق غير يتجمر ونخرجوا، راه كل شيء طايب. هذيك البطاطا راح تشربنا لاصوص بيشاميل، الفرماج يذوب يعطينا وجه الشباب. يلا نطيبها ونعاود نرجع لكم ونشوفوها واجده معنا. الوصفه تاع نهار اليوم كانت دي فخيت بالدجاج في الكوشه، تجي هايله ما فيهاش كامل البصل، يحبوها يعني ناكد لكم ان نهار اللي ديريها راح كامل ياكلوها. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.